بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الآداب والأخلاق الإسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كراتمنا الدروس المهمة لعامة الأمة. يو كما زامو كارنت أبين كده ألاك أدل الدبا دكما هاليا نمسلنشي إفشاء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينا دقا تكينسو يا دسلما متن جرينك أتشيو متاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. زاك رينك أين سلما واند كسني دا واند بكسني با. تسلم عندما تدخل عندما تخرج. زاك يسلما ألوك تند كيشيغا ومتاني دا لوك تند زاك بتدقى وجاسو. وكذلك لابد من الاستئذان قبل الدخول. إن زاك شيغا دولي كني nemi izini neman izinin wanda zaka shiga musu husnul khuluq kyautata hali duk yana cikin ladduban musulunci as-sidq wa dhiddul kadhib yin gaskiya da kuma nisan tankishiyan sa ƙarya tarkal ghiba wan namima wal kaba'ir barin wato cin naman mutane da yin annamimanci kokarin hada fada tsakanin wannan da wancan da kuma nisan tan dukkan manyan laifuka البعد عن المناهي اللفظية عن الكلام البذيء عن السب عن الشتم نيسانتن لفوزا دا أبوان دا أكا حانا كفرتاوا ياسا سمى غنغنو الفاشا مغانان الفاشا دا بازا دا قريا دا سوران دي أبوان دا أكا حانا كلفز تاسو نعم إما أن يقول خيرا أو يصمت لا يتكلم كوا أبين دعاك يسو سيري متن يفعل الهيري كوكما يشورو يزمن بي مغانا نعم يحافظ على أذكار الصباح أذكار المساء أذكار عند النوم أذكار عند دخول البيت عند دخول الخلاء مسلمي كي أي أبين دعاك يكيرنسا ذكري دسافي ذكري نيما ذكري لوكا تنشيغا مسلاتي لوكا تنبتادا مسلاتي لوكا تنشيغا جدا لوكا تنبتادا جدا ذكري لوكا تنبتشي واتو كيا يدي نو كان ذكري لأكا سامو دقا أنا يحمد مسلاتي. الله عند العطاس يقول الحمد لله إذن يأتي أتشاوى يتي الحمد لله أنا تكلا الدبا وإذا سمع رجل يقول له يرحمك الله إذن كم يجواني يا إيسي يتي ما سيرحمك الله ثم يجيب هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم شيكم وان شان سي أمسا سي يتي يهديكم الله ويصلح بالكم ألا شريكم كم يجار حالكم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكلا الدبا يرنك بين شرير النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الابتداع في الدين يكمني سانشين بيديو إي أتكين الدين والله أعلم أنا نزام سيا الله شيني مسني والله أعلم